أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ عبد العزيز يقول بعض المرات نسافر مع الأولاد ونسكن في الشقق المفروشة ولا يكون في ذلك مكان للقبلة أو سجادات وتكون أيضا الشقق مفروشة، هل نصلي عليها مع عدم علمنا بطهارتها وأيضا القبلة لا ندري عن أي اتجاه تكون؟ لا بد من السؤال، اسألوا من يعرفون القبلة وانظروا أيضا في الظل والشمس والقمر تعرف القبلة، وإن كنتم في بلاد مسلمين فانظروا في المحاريب والمساجد لتعرفوا بها القبلة، وإن لم تكونوا في بلاد مسلمين فاسألوا المسلمين هناك، اسألوا المسلمين الذين تجدونهم هناك والجاليات الإسلامية والمراكز الإسلامية لتعرفوا القبلة. نعم.